بص، يعني اولا قرار مجلس اداره النادي الاهلي يمكن ليه بعد مهم جدا، انه ملف الكوره والتعامل معاه ده بيبقى بيد الكابتن محمود خطيب رئيس النادي، وهو المفوض ملف الكوره. الجزء الثاني الخاص بالعاملين في النادي يعني يستحق ان هو النادي لازم يساندهم في الفتره دي، وده مش غريب على الاهلي، يعني دايما لازم بيقف مع اولاده ويقف معاهم في الظرف الطارئ ده اللي كله بيمر بيه. لكن ملف يعني انا على الصعيد كراجل كمتابع انا كنت اتمنى ان يبقى في خطوه يعني من لاعيبه النادي الاهلي نفسهم تجاه ناديهم في الفتره الحاليه دي. يعني مجلس الاداره طبعا حريص على الحفاظ على المستحقات والمكتسبات الماليه للعيبه، وطبعا عارف الظرف الطارئ اللي بيمر بيه، لكن كان ينتظر على ما يبدو مجلس الاداره ان تكون هناك خطوه من نجوم الكبار بمساندة النادي بالخروج بمبادرة من جانبهم، لكن على ما يبدو أن هذه الأمور لم تكن يعني في مطروحة بالصورة المطلوبة. يعني أنا كمتابع على المستوى المشهد العام حتى على مستوى أندية الدوري بصفة عامة، الأهلي أو الزمالك لم يخرج حتى الكرة المصرية الكرة المصرية لم يخرج حتى من اللاعبين الكبار للخروج حتى لمساندة أنديتهم في هذا الظرف والحديث. يعني شفنا احنا وتكلمنا على برشلونة عمل ايه، إدارة النادي عملت ايه، ميسي عمل ايه، بايرن ميونخ عمل ايه، أرسنال عمل ايه، يعني عاوز أقول لك ايه، في كثير من المبادرات اللي هي بتعكس حالة الترابط المهم جدا ما بينك وما بين ناديك وما بينك وبين جماهيرك، لأنه دي الحاجات دي الجمهور مش هينساها ولا يمكن تسقط من الذاكرة. مثل هذه اللقطات الإنسانية الرائعة، أنك أنت تقف مع بيتك في ظرف بيبقى محتاج منك أنك أنت تقدم له مبادرة، ولكن على ما يبدو هناك وجهات نظر أخرى. مجلس إدارة النادي الأهلي احترم الكلام ده، ما حبش يضغط على حد، ترك المسألة للظروف، ولكن أعتقد أنه لو الأمور يعني استمرت يعني الى ابعد من ذلك اكيد هيبقى في يعني قرارات، واكيد هيبقى في يعني تصرف اخر، لان المساله مش مساله انه النادي الاهلي بس، ده كل الذين يتعاملون مع النادي الاهلي بيمروا بنفس الظروف. يعني شركات الراعيه نفسها هيبقى عندها ازمه انها توفر السيوله الماليه في هذا التوقيت، ايضا حتى نفس الشركات نفسها اللي هي اصلا بترعى هيبقى عندها ازمه في ظل حاله الحاله اللي احنا شايفينها. فاعتقد انه مجلس إدارة خد القرار الصائب يعني في الوقت الحالي، في التوقيت الأمثل في التوقيت الأمثل دلوقتي. ما حبش يصير البلبلة، ما حبش يعمل مشكلة، ولكنه يعني أنا وجهة نظري ألقى بالكرة في ملعب اللاعبين مرة أخرى، وتاركا الأيام الجاية هي اللي تحكم على الموقف ومين اللي هو هياخد القرار إن شاء الله. لأن كمان جزء من القرار دراسة الموقف بعد شهر 7. طبعا أنت بتتكلم في مرحلة حالية شهر 4 لغايه شهر يوليو، بعد يوليو لا قدر الله والنشاط فضل متوقف، اعتقد الرؤيه هتبقى في مشكله، هتبقى مختلفه، هتبقى في لا هيبقى الوضع مختلف، خاصه انه كده مثلا عوده النشاط هيبقى على المحك، هل هيبقى في وقت في الظروف دي؟ خاصه انه خلاص انت عارف دلوقتي يمكن النهارده احنا في يعني قلنا النهارده الاهرام كنا ناشرين حوار لطارق البشماوي رجل تونس القوي في الفيفا، بيتكلم كان مع صحيفه فرنسيه، فتكلم على جزئيه عوده النشاط في العالم، قال لك لن يستطيع احد ان يعيد النشاط الا بامر الفيفا نفسه، يعني الفيفا، وكمان العوده فيها خطوره الا اذا تم تقويض اذا تم تقويض المرض نفسه، لانه مساله ان انا اقول لك ارجع ولسه المساله مستمره هتبقى فيها مشكله. كمان قال لك انه هتحدث ما بعد كورونا ستكون هناك ضربه كبيره جدا لاسعار اللاعبين المرتفعه كثير، والتعاقدات ستنخفض بصوره مذهله، وده يعني هو تفسيره انه ده في الصالح، لانه المسائل تخطت ارقام خياليه ومبالغ مبالغ فيها جدا، ويعني اتكلم بصراحه بكلام كبير جدا انه لن تعود الحياه للملاعب الا عندما يشعر الفيفا انه تسلم تقرير رسمي بان تم القضاء على فيروس كورونا.